مشاهدي قناة شوف تي في، مساءكم سعيد، مرحبا بكم في هذا المباشر من طنجة ومع عبد الملك، باش نشوفوا جميع كيفاش ساكنة طنجة محترمة الحظر التجوال الليلي في يومه السادس على التوالي. هكذا تبدو شوارع طنجة في هذا الجو البارد والقارس بعد التساقطات المطرية التي تعرفها المدينة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وإلى حدود اللحظة. إذا مشاهدينا الكرام، هكذا تبدو شوارع المدينة، لا طير يطير ولا وحش يسير باستثناء الحالات الخاصة الاستثنائية التي يمكن لها التنقل في هذه الفترة الليلية من الساعة التاسعة ليلا إلى غاية الساعة السادسة صباحا بعد تطبيق حظر التجوال الليلي الذي حددته الحكومة ابتداء من 23 من دجنبر الجاري وإلى غاية 3 أسابيع على الأقل. حظر التجوال الليلي بمختلف جهات المملكة في إطار التدابير الاحترازية الجديدة للتصدي لانتشار الفيروس، خاصة بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد. إذن مشاهدينا الكرام، شوارع فارغة من المارة، وحواجز حديدية بمختلف الفروع الرئيسية بأهم الشوارع. إذن ومراقبة من طرف رجال الأمن السيارات التي تجوب الشوارع ليلا، والتأكد من هوية سائقي هذه السيارات والأسباب والدوافع التي جعلتهم يجولون في هذه الساعة. إذن تحية لرجال الأمن الوطني الذين يتواجدون دائما في الصفوف الأمامية منذ بداية انتشار فيروس كورونا بالمغرب. إذن تحية لعبدو، سلام الناس طنجة المحترمة، تحية لهم والله يرفع علينا هذا الوباء. إذن شكرا لك عبدو، شكرا لنبيل كذلك. إذن مرحبا بكل مشاهدين الذين يتواصلون معنا في هذا المباشر الليلي من طنجة مع عبد الملك، ونحن برفقتكم في هذه الجولة عبر مختلف أرجاء المدينة التي تعيش على إيقاع حظر التجوال الليلي الذي يبتدئ من الساعة 9 مساء إلى غاية 6 صباحا منذ يوم الأربعاء الماضي ولمدة 3 أسابيع. كذلك إقفال لمعظم أو لجميع المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم ابتداء من الساعة 8 مساء، يليها حظر التجوال الليلي ابتداء من 9 ليلا. شكرا لعبد الرحمن الطنجاوي، شكرا على التحية. سيمو كذلك شكرا لك. دلنا مشاهدينا الكرام، في اليوم السادس من بداية حظر التجوال الليلي وفي سكون ليل طنجة في هذا الليل، في سكون الليل البارد بعد توقف التساقطات المطرية. شكرا إبراهيم حلوزي. شكرا لكل من يتواصل معنا في هذا المباشر مشاهدينا الكرام،
سواء من داخل المغرب أو خارج المغرب. شكرا لكل أوفياء قناة شوف تي في. إذن إغلاق أهم المحاور الطرقية بالحواجز الحديدية ومراقبة من طرف عناصر الأمن. إذن تحية لرجال وعناصر الأمن الوطني التي تعمل دائما في الصفوف الأمامية مراقبة أوراق السيارات. والتأكد من هوية السائقين الذين يجولون في الشوارع ليلا والذين يعملون على خرق التجوال الليلي. شكرا أميرة نفسي، شكرا على التحية، شكرا لعبد الرحيم كذلك يقول السلام عليكم، اللهم ارفع علينا هذا الوباء آمين في أقرب الآجال يا رب ونعود لحياتنا الطبيعية. حسن طنجي تحية من خيرونة، شكرا لأفراد جالية المقيمة في الديار الإسبانية الذين يتواصلون معنا دائما. عبدو قش من بلاصة هادي أخويا، نحن في طنجة، نحن مباشرة من طنجة، هكذا تبدو شوارع طنجة وساكنة طنجة محترمة لحظر التجوال الليلي. ونحن الآن في شارع بلجيكا مرورا بشارع علال بن عبد الله في اتجاه عين قطيوط. شكرا لصلاح الدين يقول تحية لعناصر الشرطة بطنجة عروسة الشمال، شكرا لك صلاح الدين. محمد كبيشي كذلك شكرا لك على التحية. إذن عودة الأمطار بدأت تتهطل من جديد ولله الحمد، أتمنى أن تشمل باقي جهات ومدن المملكة. إذن دوريات أمنية بشوارع المدينة كما تتابعون معنا في هذا المباشر مشاهدينا الكرام. عناصر الأمن تقوم بمراقبة السيارات التي تجوب شوارع المدينة في بعد حظر التجوال الليلي. نحن الآن بشارع علال بن عبد الله المعروف بشارع باريس بمدينة طنجة.
شكرا سيمو، يقول تحياتي من القنيطرة وتحية لطاقم شوف تي في. شكرا لك مصطفى تمازيغت، شكرا على التحية، شكرا لكم جميعا مشاهدينا الكرام. سي عبدو خويا عبد الملك الله يعاونك ويحفظك من كل شر، اللهم امين يا اخي، وانتم كذلك الله يحفظكم من اي سوء او مكروه. سي عادل السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالك أخي معتكف؟ يا صديقي معك عبد الملك معتكف مراسلنا في تطوان. يا صديقي على العموم التحية ديالك راه موصولة إليه إن شاء الله. شكرا لك يا سي عادل، وشكرا لكل متتبعينا أينما كانوا مشاهدينا الكرام. إذن هكذا تبدو الأجواء مشاهدينا الكرام في مدينة طنجة، لا طير يطير ولا وحش يسير، شوارع فارغة تماما إلا باستثناء بعض الحالات الخاصة التي تجوب شوارع المدينة. هناك من يعمل في الفترة الليلية، هناك حالات استثنائية، حالات تتطلب العلاج في المستشفيات ضروري من التنقل إليها، هذه الحالات التي يمكن أن تتنقل ليلا. كما تتابعون معنا مشاهدين الكرام حتى سيارات الأجرة مركونة قبل الساعة 9 ليلا وتنتمثل لقرار حظر التجوال باستثناء عربة نقل العمال كذلك التي تجوب الشوارع من أجل نقل العمال إلى مساكنهم أو إلى الوحدات الإنتاجية بالمناطق الحرة. كيف ما كتعرفوا هناك بالمناطق الحرة هناك بعض الشركات أو بعض المعامل التي تعمل في الفترة الليلية. إذا مشاهدينا الكرام شكرا لكم على تتبعكم هذا المباشر من طنجة، أتمنى لكم ليلة سعيدة، شكرا على تفاعلكم معنا في هذا المباشر، شكرا من تفاعل معنا، وشكرا من أبدى برأيه حول الموضوع. أتمنى لكم ليلة سعيدة، ألقاكم غدا إن شاء الله. تحية لكم أينما كنتم، ترقبوا باقي الفقرات والبرامج على قناتكم شوف تي في بوان ام الصفحة الرسمية، وكذلك على الصفحة الرسمية في الفيسبوك وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي. تحية لكم مشاهدينا الكرام، في أمان الله تصبحون على خير، إلى اللقاء.